أولا السلام عليكم، تحية طيبة للإخوان بجريدة اليوم 24 اللي على هذه الالتفاتة لهذه الساكنة ديال جامعة ديال تلوات التي تعاني حقيقة من جراء الموجة الأخيرة للبرد وتساقط وتهطل الثلوج على معظم الدوابير التي تنتمي إلى هذه الجامعة، والعدد ديالها 72 دوار. إلى حدود الساعة تم فك العزل على مجموعة من الدواوير، على الأقل العزلة الطرقية، في حين تبقت باقي الدواوير ما زالت الأشغال جارية بإمكانيات محلية بتدخل من جماعة تلوات وجمعية الطوارئ وتدبير المخاطر بتلوات والسلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة لمحاولة فك الحصار على واحد مجموعة ديال الدواوير وبواحد ثلاثة ديال الآليات اللي هي صغيرة جدا وتحتاج إلى دعم أكبر من أجل أن تتم العملية بنجاح على مستوى كافة الدواوير. إلى حدود الساعة ما زالت ما يقارب تقريبا 42 دوار لم نصل إليها في محاولات مريحة للوصول، وأيضا هناك احتياجات ملحة للساكنة خصوصا التموينات الغذائية بحكم أن واحد مجموعة من الدواوير ما تمكنتش أنها الساكنة ديالها توصل للسوق الأسبوعي اللي كان يوم الخميس بداية ثاني يوم من هطول الثلوج بكثافة على المنطقة، واللي هذه الثلوج وصلت في القمة في الدواوير العليا لواحد المتر وعشرين، في حين في السفح بين تتراوح بين 30 حتى 60 سنتيمتر. الساكنة حاليا في حاجة إلى تموينات غذائية وأيضا كلاء البهائم اللي الناس محتاجة الأعلاف البهائم ديالها، خصوصا الأغنام اللي محاصرة في حظائر ديالها في المنازل أو في العزبان اللي كاينه في بعيد عن المركز او عن الطواوير ايضا واللي هي في الخلاء. نتمنى ان نوصلوا لها في اقرب الاجال، ونتمنى ان السلطات تحاول باش تدعم باوامر ملكيه اللي استبشرنا بها خيرا انها تعطاها اولويه، لأن جماعة ديال تلوات الآن حاليا واحد مجموعة ديال الساكنة تعاني فعلا تعاني، ولذلك لابد من التفاتة وتكون مستعجلة. نتمنى الفرج عشية اليوم أو صبيحة يوم غد إن شاء الله أننا نتمكن من الوصول لجميع الدواوير على الأقل، وأنه الإمكانيات خصوصا بواحد مجموعة ديال المسالك مثل المسلك ديال تيمونتوت اللي يستطيع أنه نوصل له بهاد الآليات اللي حاليا كاينة، واللي يطلبنا السلطات العليا أنها تمدنا بآليات كبرى من أجل فك هذا الخط هذا. وأيضا الطريق الإقليمية 1506 إلى حدود الساعة 12 هذا الأوديو هذا اللي مازال ما تمكناش أنه نخرج نوصله بين الطريق الإقليمية 1506 بين المركز ديال تلوات و الطريق الوطنية الف و... عفوا الطريق الوطنية رقم 9 على مستوى ملتقى تشكا. نتمنى أنه يكون تدخل وزارة التجهيز ويتم بسرعة، لأنه الناس راه تعيش واحد العزلة تامة في جماعة التلوات.